قضية القراءة والكتابة والحساب في الروض فعلا جوهرية، لأن سنوات الروض هي الفترة الذهبية في بناء شخصية الطفل. إذا فاتت ذلك السنوات الثلاث أو الأربع كتفوت فرص عديدة لن تعوض في التعليم الابتدائي. والمناهج المتطورة في التعليم الأولي تقضي كلها بأولوية التعلمات العرضية على التعلمات المعرفية. التعلمات العرضية هي التعلمات التي تكون عابرة بالنسبة لكل المعارف وبكل المواد التي يتلقاها تلميذ، كتسمى الكمبيتانس ترانسفيرسال، وهي أولى من التعلمات المعرفية اللي هي القراءة والحساب والكتابة. كما أن تعلم مهارات الحياة أهم وأسبق على تعلم القراءة والكتابة والحساب، لأنه اللي خصنا نفهموه وخص الآباء يفهموه هو أن الوليدات لما كيجيو للروض كيجيو باش يتعلموا الحياة، كيتعلموا ذاك المهارات الأولية ديالهم باش تبنى الشخصية ديالهم على أسس متينة. ما هي هذه المهارات؟ هي مثلا التعامل مع الآخر، كيتسمى الاندماج الاجتماعي، هي الصبر والثبات على يعني المهمة اللي هتكلفوا بها، مثلا واحد اللعبة ولا واحد التمرين خصو يصبر أكثر من 30 ثانية وأكثر من دقيقة. المعلمين كيعرفوا بأنه الطفل الصغير ما عندوش طاقة على التركيز، فكينميوا فيه ذاك التركيز دقيقة ثم دقيقتين ثم أطول، باش ملي يطلع الابتدائي يكون كيعرف يركز الاهتمام دياله، لأنه اهتمام الطفل بطبيعته مشتت، فلازم ترويض وتدريب على ذلك العمل. مهارة أخرى وهي تقاسم اللعب وعدم الاستئثار باللعب مع الآخرين، اللي دخلها في الاندماج المجتمعي. هذه المهارات هي الأساس في الروض. إذا انشغلت الأستاذة وشغلت التلميذ بالكتابة والحساب والقراءة كتفوت عليه الفرصة باش يتمرس ويتدرب على هذه المهارات. وملي كيجي الابتدائي كيلقى راسو يعني غارق في التعلمات الممنهجة والمهيكلة وما بقالوش الوقت وغيفوتوا الركب، لأنه البرنامج يعني يحكم مساره ووتيرته وهو فت ذاك الفرصة الذهبية. فلذلك اكتساب المهارات السلوكية خص يكون قبل المهارات المعرفية وخص يكون عنده أولوية. وهذا الاكتساب ديال المهارات يتم من خلال اللعب ومن خلال الاستمتاع وليس من خلال تدريس الممنهج. خص الإنسان فعلا لما يمشي المدرسة ويلقى في الروض حتى الروض الأكبر ديال خمس سنين ويلقى مثلا الكراسة موجهين لجهة الأستاذة والأطفال كيكتبوا وكيقراوا بحال اللي هو في القسم الأول الابتدائي، هذا يعني يخالف المناهج الدولية والمناهج الفعالة للتعليم. خص القسم يعكس هذه المرونة وهذه النظرة التربوية، الطفل خصو يلعب بأريحيته ويتعلم المهارات التي تكلمنا عنها من خلال وضعيات تعلمية وليس جالسا أمام صبورة ويلقن معارف التي هي متعلقة بالابتدائي ما متعلقاش بالروض. فهذه هي المعايير اللي كتجعل من التربية الأولية تربية ناجحة، وخص الإنسان ما ينزلقش مع رغبة أو شهوة ملاحظة يعني مهارات معرفية عند ولده. ولدي ولا كيعرف يكتب، ولدي كيحسب، مش هذا هو المهم في الروض، المهم هو يكتسب مهارات ذاتية وشخصية.